على محراب الجمال تغدق النساء الأضحيات من الغالي والنفيس لشراء مستحضرات التجميل التي يأملن أن تعود ببشرتهن إلى طفولتها. لكن عندما تنقلب الأدوار ويستخدم الأطفال المستحضرات الخاصة بالكبار، فما الذي يحدث هنا؟ هل تسير عقارب الساعة عكس الاتجاه؟ أطفال سيفورا يبدو أن هوس الجمال طال عقولهن البريئة. فتيات لم يتجاوزن العاشرة تراهن يجلسن أمام الكاميرا لشرح كيفية استخدام مستحضرات العناية بالبشرة بالخطوات، ووجوههن مسرح الأحداث. فهذا لتغذية البشرة، وذلك لتفتيحها، وثالث لمحاربة التجاعيد، وما أكثرها على بشرة الأطفال. الخطير في الأمر أنه مدعوم ومروج له من أهم علامات التجميل العالمية، والتي وصل بها الأمر إلى تخصيص أقسام داخل متاجرها لجذب الفئة العمرية بين سن 7 و10. أما تيك توك فقد تولى مهمة نشرها دون رادع، لتتحول إلى وسم بملايين المشاهدات، حمى انتشرت فجأة ولم يستطيعوا لها إيقافاً، وبالأحرى أنهم لا يريدون ذلك. وإن كانت مؤامرة ضد الطفولة، فبعض الأهالي ضارعون فيها ويشجعون بناتهم على مجاراتها، مستمتعين بالحالة، بينما غاب عن أذهانهم كم الأذى المفرط الذي سيلحق بوجوههن جراء المواد التي تحتويها تلك المستحضرات من الريتينول أو أحماض الفاكهة، والتي هم في الأساس لا يحتاجون إليها، بحسب الأطباء الذين حذروا من أن حاجز البشرة بعمر 7 لا يكون مكتملاً، ولا يجب على الأطفال التعامل مع المنتجات المحتوية على تلك المواد المدمرة لبشرتهم.